بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اهلا وسهلا بكم، حلقه جديده من برنامج اول النهار. صباح الخير، صباح النصر، صباح الشهامه، صباح المروءه، صباح الكرامه، صباح الجميل علينا يا مصر. في البدايه وقبل ما ابدا حلقتي، احب ان اعزي انفسنا وعزي الشعب العماني في وفاه السلطان قابوس بن سعيد سلطانة عمان، والذي توفى فجر اليوم. كان سلطان قابوس له دور كبير قوي مع الشعب المصري، دوره الكبير في حرب اكتوبر اللي ما نقدرش ننساه، والمقاطعة اللي قام بيها، فيعتبر اول دولة قامت بالمقاطعة للدول الصهيونية واللي هجمت على مصر. سلطان قابوس دوره ما نقدرش ينكره الا جاحد، دوره لغايه اخر لحظه في عمره مع مصر ومع الرئيس السيسي، ودعمه الكامل للدوله المصريه احنا ما نقدرش ننكره. هو يعتبر من اقدم رؤساء الدول العربيه اللي حكمت من مع السادات، واللي كان ليها دور فعال في القضية الفلسطينية والقضية المصرية. ننعي الشعب العماني ونتمنى الخير والأمان للوطن العربي وسلطنة عمان. في البداية أول فقرة معايا كان امبارح الجمعة، انتوا عارفين كنا راحة، وبفتح النت وقلت أشوف الأخبار، فلقيت ان رئاسة الوزراء مطلعة اكتر من 5 أو 6 اخبار بتكذب فيهم المواقع الالكترونية، وبتكذب في اخبار السوشيال ميديا. كان من ضمنها انتشار الجراد على السواحل المصرية، الغاء الكتاب المفتوح للصف الاول والثاني الثانوي. كان من ضمن برضك الأخبار إن غرق السواحل المصرية والمدن الساحلية المطلة على البحر المتوسط والبحر الأحمر، كان خفض العملة، إن ما فيش عملة موجودة اللي هي الفضة، العملة الفضة. استغربت إحنا ليه، واشمعنى إحنا في الوقت ده بالذات اللي بنختار إن يكون في شائعات وبالشكل ده بالتحديد، اشمعنى على المناطق الساحلية بالظبط، واشمعنى في وقت الامتحانات في المناهج التعليمية هي اللي مقصودة. فاستغربت وسألت، فبالبديهي كده عرفنا ان هي طبعا الحرب اللي دايرة واللي يعتبر من حروب الجيل الرابع على مصر. ده محور ان شاء الله هيكون حلقتنا النهاردة. احنا كانت الحلقة طالعين بيها بشكل مختلف تماما، لكن استهواني الموضوع وقلت ان لازم نفكر بعض كويس قوي، ان احنا في حرب لا تقل عن الحروب سواء النوويه او الحروب القائمه بين الدول وبعضها، وخصوصا ان شايفين ان الاتراك بيحاولوا ان هم ينشروا الفكر العثماني والمنهج العثماني لا يقل عن الفكر الصهيوني. مش هنقدر ننسى دوركم ايام ما هجمتوا على مصر، وهجومكم الشنيع وفكركم المتطرف دايما اللي هيبقى معانا. اوعوا تنسوا ان احنا ممكن نقدر ولو لحظة ان احنا ننسى مين اللي بيحاول يدمر شبابنا، سواء من على السواحل المصرية وسواء من على الفكر اللي بتحاولوا تدمروه من خلال شبابنا. احنا مش هنقدر ننسى وقوفكم مع الاخوان المسلمين في وقت من الايام اللي احنا كنا فيها بنمر بمرور صعاب. اوعى تفكروا ان احنا ممكن ننسى مصر، زي ما قال السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ما بتنساش اللي وقف معاها، وكمان ما بتنساش اللي وقف ضدها. احنا شعب عفي، شعب قوي، شعب قوي مش عشان خاطر فردين دروعنا، احنا ما بنتعداش على حد ولا بنقرب جنب حد،
لكن اللي بيفكر يجي جنبينا مش هيلاقي غير خط النار. الفكر المتطرف وحروب الجيل الرابع وكمان حروب الجيل الخامس، ده هيكون محور حلقتنا الفقرة التانية مع الدكتور غريب رسلان مسؤول النادي الثقافي بوزارة الشباب. طبعا احنا شايفين الجو اللي احنا فيه والتلج اللي احنا قايمين بيه، وربنا يحفظنا ويحفظ شبابنا طريقة غير أدمية بالمرة، أو يعني أول مرة نحس إن احنا في جو بالشكل ده. بس في نفس الوقت شفنا امبارح التلج وهو نازل على سانت كاترين، على أرض الفيروز، أرض سينا، الأرض الغالية علينا كلنا. شفنا قد إيه حتى وإحنا متلجين وفي البرد، وإن في ناس كتيرة متضررة من الموضوع، شايفين قد إيه المنظر الجمالي اللي إحنا عايشين فيه. إحنا ممكن معانا فيديو للمنظر التلج اللي موجود، ممكن نعرضه بعد إذنكم. شايفين ده الطريق سانت كاترين، منظر جمالي، تحس إن إحنا في قطعة من أوروبا. يعني منظر الصراحة فعلا على ما أظن إن إحنا لو الواحد هناك مش هيحس بتلج ولا هيحس بأي حاجة غير لما يكون المنظر الجمال اللي إحنا شايفينه. أنا رحت سانت كاترين مرة، منظر الجبال يهبس، الروح الربانية اللي موجودة على الجبال محدش يقدر ينكرها. طيب معانا مداخله، معانا الاستاذ احمد السيد اعلام رئاسه الجمهوريه. صباح الخير استاذ احمد. صباح الخير يا استاذ سيد، عليك وعلى الزملاء في الاستوديو وعلى مشاهديك الاعزاء. صباح الخير علينا كلنا، ومصر دايما في عزه ونصر ورخاء. دايما ان شاء الله، دايما ان شاء الله. استاذ احمد، امبارح كان في كميه اخبار رئاسه الوزراء نفتها كميه رهيبه جدا، يعني انا اول مره الاقي ان خمس ست اخبار ورا بعض كده نفي تام لانتشار الجراد على السواحل، غرق المدن الساحليه، نقص في العمله الفضه، وايه الموضوع؟ الموضوع ان ده احد حروب الجيل الرابع زي ما حضرتك قلت وسمعت مقدمتك. حرب ضروس جدا، حرب شرسة بتتعرض ليها مصر، لكن لازم يكون الشباب واعي. الإشاعة اللي بتطلع دي مش بتطلع هباء كده، أو واحد طلع في دماغه إنه يطلع إشاعة هيطلعها، لا، ده ليها معادلة حسابية، ومعادلات ده شغل مخابرات وشغل معروف. يعني مثلا سيادة الرئيس وضح الموضوع ده قبل كده لما قال لك أنا ممكن بكتيبة أو كتيبتين من ده، مش إحنا اللي بنعمل كده، كتيبة أو كتبتين من اللجان الإلكترونية أقلب البلد ويرجع الخبر تاني. طبعا. ويمكن أنا عايز برضو أن أنا أواعي الشباب بتوعنا وأقول على حاجة، أن كل إشاعة بتطلع وإحنا بنتداولها تمنها فلوس. الإشاعة الواحدة اللي بتطلع دي فلوس. إزاي يعني؟ حضرتك تذكر ساعة ماتش مصر الأهلي والزمالك، كان في يوم 22/9 تقريبا. تمام. كنا إحنا في التوقيت ده كنا في أمريكا في الأمم المتحدة، ولما طلعت الإشاعة أنا أول واحد قلت للزملاء، قلت لهم الغرض بيها ضرب البورصة، وفعلا تاني يوم لما قال لك إن الإخوان محتشدين وإحنا طالعين وهنعمل، البورصة اتضربت تاني يوم. تمام؟ لازم الناس هنا تعرف إن أنا ما تداولش أي إشاعة بتطلع، لأن ده معناه فلوس، معناه هدم للاقتصاد المصري. مجرد كلمة أنت بتقولها ولا تلقي لها بالا، لا، ده ليها حسابات. امبارح كان طبعا موضوع اخر المفاوضات بين مصر واثيوبيا في موضوع سد النهضه. تعالي حضرتك على الخبر، احنا مش عايزين نسبق الاحداث، بس نتمنى ان احنا برضك عايزين والله يعني زي ما سياده الرئيس قال، كل شيء مطروح وما فيش حاجه مستحيله. طول ما في مفاوضات وطول ما في مباحثات، وما ننساش ان احنا يعني احنا دوله قويه ولها ثقلها في افريقيا وفي المنطقه، خاصه في ظل تولي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوريه رئيس الاتحاد الافريقي. طبعا احنا
دولة محورية، عندنا دبلوماسيين ووزارة خارجية قادرة جدا على التفاوض، مهما كان اللي قدامي بيراوغ أو كان بيعمل، لا احنا هنقدر نوصل لحل. وكل الخيارات مطروحة، ونحط تحت كلمة كل الخيارات المطروحة دي مليون خط وخط. احنا بتربط حاجات كتير قوي، احنا بتربطنا علاقات على مدار 7000 سنة بيننا وما بين أثيوبيا. ما ننساش ان الكنيسة الأثيوبية كانت تتبع الكنيسة المصرية. حاجات كتيرة قوي، فمش عايزين الطنطنة اللي بتتقال ان كل حاجة نلوح بالحرب وكل حاجة نقول، لا لا لا. القيادة السياسية قيادة واعية، قيادة فاهمة. وزير الخارجية عندنا سامح بيه شكري من الشخصيات القادرة جدا بمجموعة العمل اللي موجودة معاه على إدارة الموضوع. يمكن احنا عندنا يوم 12 و13 لقاء مع بدء المباحثات الجولة الثالثة مع وزير الخزانة الأمريكي، هتكون في واشنطن. تمام تمام. فإحنا قادرين، إنما ما نتولش، لا نتناول أرجوكو أي إشاعات، أو نحاول إن إحنا نروجها، أو نحاول نقول أو قيل وقال إن ده خطر على بلدنا في المرحلة دي. تمام أستاذ أحمد، ده ربنا دايما ينصرنا ودايما كده يحفظنا، وتحياتي لحضرتك ودايما بصحة وسعادة. شكرا لحضرتك. تحياتي لحضرتك يا أستاذ سيد والمشاهدين الأعزاء. شكرا. شكرا لحضرتك يا فندم. نتمنى تكون الرسالة واضحة، رسالة صريحة، ده من مصدر موثوق منه. يا ريت الإشاعة ما تطلعش أو ما تقولهاش. أنا بشوف أخبار كتير قوي على زيادة المرتبات. طب ما في زيادة للمرتبات، بس مين اللي نشر الخبر؟ يعني الخبر ده جاي منين؟ أخش ألاقيها من موقع تاني، ما بقاش أوصل لمصدره. فيها إيه؟ بدل ما حضرتك تخش على الموقع، خش على الصفحة الرسمية للوزارة المعنية بالخبر، أو خش على موقع رئاسة الوزراء هتلاقي الخبر كان موجود ولا مش موجود. لكن هنلاقي بلبلة، في ناس قاعدة ما بتخرجش من بيوتها، قاعدة تحت البطانية كل اللي عليها عشان خاطر البرد، وقاعدة تاخد الخبر تعمل له شير عشان خاطر تاخد كام لايك وكم تعليق. الموضوع ده يا ريت يا جماعة، أن احنا مش الحرب اللي احنا شايفينها قدامنا على التلفزيون اللي احنا بنشوفها، لا، الحرب دي جوه بيتك ومع ابنك في المدرسة، مع ابنك في الشارع، مع أولادنا. ربنا يحفظهم، ربنا يتولهم. كمان احنا مش هننسى برضك ان في يوم، ان يوم الاثنين ان شاء الله في تكريم بيت العلم. طب قبل ما ناخد بيت العيله المصريه، معانا الاستاذ جمال الخبير الارصاد الجويه. صباح الخير استاذ جمال. اهلا، صباح النور السيد، ازي حضرتك؟ الله يخليك. يا صباح جديد على حضرتك وعلى كل الساده المشاهدين وعلى مصر كلها يا رب ان شاء الله. يخليك رب. كنت حضرتك معايا في حلقه في الصيف، قلت لك هنشتي ولا مش هنشتي، وقلتني ما قلت لك الكلمه، ما اعرفش بقى ايه الجو اللي احنا فيه ده. والله هو حضرتك كل الناس بتشكي فعلا، وكان في تسرب للهواء القطبي باتجاه المنطقه، اتشكل على اساسه عده منخفضات صاحبها نشاط للرياح، انخفاض في درجات الحراره، تساقط للسلوك في حدث كبير وهام على مرتفعات سانت كاترين امبارح وصباح الامس كمان ان شاء الله. شفنا الثلج اللي نزل على سانت كاترين والمنظر الجميل المبدع، انا ما اسميه مبدع الصراحه، يعني في كذا منظر وكذا فيديو احنا شايفينه دلوقتي معانا. فهل الموضوع ده كده طبيعي ولا هو زياده في ارتفاع درجات الحراره؟ لا طبيعي جدا. احنا في شهر يناير معروف ان مصر بتتعرض في الفتره دي لموجات ومنخفضات شتويه، بيبقى فيها هواء قطبي منخفض في درجات حرارته. عندنا ارتفاع السطح في سانت كاترين يتعدى ال 2200 متر، او سوري 2600 متر. عندنا قاعده بتقول ان درجات الحراره بتقل كلما ارتفعنا الى اعلى. كان عندنا نسبه تبريد كويسه جدا في طبقات الجو العليا، مستوى 500 هكتو باسكال. درجه الحراره السطحيه امبارح كانت مناسبه جدا لسقوط الثلج، كانت حوالي 2 تحت الصفر في سانت كاترين. الحدث ده يا فندم انا متوقعه قبلها ب 10 ايام. انت كنت حضرتك نشرت فيديو او صور حاجه زي كده على صفحه حضرتك؟ اكدت على الحدث ده ونشرت عنه مرارا وتكرارا، واكدت ان احنا لازم نستفيد منه سياحيا، دعم الاقتصاد الوطني وفرصه زي كده. مصر بلدنا جميله جدا وفيها حاجات جميله جدا، لابد ان احنا نظهرها يمكن لنفسنا الاول ويمكن للشعوب وللناس المحيطه بينا،
سيناء ارض الفيروز فيها احداث جميله جدا اهو نتابعها ونستمتع بيها، خدت بالك؟ وان شاء الله ممكن في الفترات اللي جايه بعد كده ممكن نشوف الحدث ده تاني باذن الله. هنصيف امتى طيب؟ والله مبدئيا انا احب اطمن كل الساده المتابعين ان ان شاء الله باذن الله عندنا ارتفاع تدريجي في درجات الحراره ابتداء من اليوم السبت، تقريبا درجه الحراره حوالي 18 درجه في القاهره بعد ما كانت 15 و16 درجه مئويه. ان شاء الله باذن الله يوم الاحد هكون حوالي 19 درجه، نفس الكلام يوم الاثنين حوالي ما بين 19 ل 20 درجه، يوم الثلاث حوالي 22 درجه. وطبعا يعني الناس يعني هتندهش ان انا اقول ان ممكن درجه الحراره توصل يوم الاربع باذن الله الى حوالي 26 درجه بالقاهره. اتمنى لكن طبعا ده مش معناه ان احنا نخفف الملابس طبعا، لان يعقوب انخفاض اخر وفرص ايضا لتساقط الامطار باذن الله. يعني الارتفاع ممكن يحصل انخفاض في اي وقت. طبعا يوم الخميس على طول الحراره هتنخفض حوالي ما يقارب 6 درجات. في منخفض تاني جاي بس مش هنقول قطبي، يعني كالمعتاد درجه الحراره هتبقى في حدود 17 او 18 درجه الجمعة والسبت بإذن الله، مع فرص لتساقط الأمطار على المدن الساحلية ومناطق من الوجه البحري ممكن تمتد للقاهرة بإذن الله. شكرا لحضرتك، كل سنة وحضرتك طيب. كان في السويس بيقام كل سنة اللي فاتت تكريم 100 شخصية سويسية، هي كان الأول 100 شخصية مؤثرة، السنة دي نفس الموضوع برضك هيتم في نفس التوقيت التكريم ل100 شخصية. أنا عن نفسي بقدم التحية لبيت العيلة المصرية بالسويس، ده مش غريب عليه، مجموعة محترمة بتقدم حاجة محترمة على الأرض الواقع أرض السويس، وده اللي احنا بنسعى ليه واللي دايما بندور عليه، إن هو الإيجابية وليست السلبية. معايا الأستاذ عصام غريب منسق بيت العيلة المصرية بالسويس. صباح الخير يا أستاذ عصام. أستاذ عصام، أستاذ عصام معانا؟ ألو، طب نعود اتصال تاني. التكريم السنة اللي فاتت كان مبدع، أنا واحد من الناس اللي تم تكريمهم كشخصية تتعمل بالعمل العام، ده اللي مطلوب من كل جمعية، ده اللي مطلوب من كل كيان، إن يقدم حاجة محترمة، حاجة بتفيد البلد وليست بتده. إحنا مش كلنا على بعض، احنا لو بصينا لبعض كل خمسة ستة لو قعدوا مع بعض هيطلعوا فكرة صغيرة هيعرضوها على خمسة ستة تاني، هنعمل مجموعة محترمة، كل واحد فينا هيطلع فكرة محترمة هتفيد الشارع اللي على الأقل اللي هو موجود فيه. احنا يعني بنبص كل يوم والتاني بنلاقي مبادرات بتتم على أرض الواقع، بنلاقي كمان إن في تعاون من وزارة الشباب، بنلاقي في تعاون من التضامن الاجتماعي، ده الدور الفعال اللي احنا مطلوب منينا واللي احنا عايزين نقوم بيه. معايا الأستاذ عصام غريب منسق بيت العيلة المصرية بالسويس. صباح الخير يا أستاذ عصام. صباح النور، ازيك يا أستاذ سيد؟ أهلا بحضرتك أنت وفريق العمل. ربنا يخليك رب. مجهود محترم من بيت العيلة بالسويس للعام الثاني، بيتم تكريم مجموعة مميزة من أبناء السويس. ريت حضرتك تدينا فكرة عن موضوع التكريم اللي بيتم ل100 شخصية بمدينة السويس للعام الثاني. هو زي ما حضرتك ذكرت احنا للعام الثاني بنعمل تجربه، بنكرم 100 شخصيه متميزه في جميع نواحي الحياه في السويس، كل من هو تفوق او له بصمه في مجاله بنكرمه. هو التكريم عباره عن درع بسيط، الشخص بس حاجه معنويه ليه، يعني مش ناحيه ماديه. الاحتفال بيكون كبير جدا نسمع في السويس، التكريم بدايه من الجهاز التنفيذي وعلى راسهم رائد التجنيد في السويس اللواء عبد المجيد صقر ونائبه، لهم دور وبصمه واضحه في تجميل وتغيير مدخل وحدائق وشوارع السويس، بالاضافه الى رجال الاعمال اللي شاركوا مشاركه مجتمعيه مع الجهاز التنفيذي. الشخصيات تم اختيارها من خلال لجنه محايده، عندنا في التكريم اطباء ومحامين
من الشباب والرياضه في كافه المجال. عندنا طلبه تفوقوا في بعض الابحاث العلميه وسافروا امريكا بنكرمهم. عندنا بعض المواهب من الاطفال لا يتعدوا سنهم من 7 سنوات ل 12 سنه تفوقوا، منهم الطفل ادم اشرف الذي تحدث مع السيد رئيس الجمهوريه في احد المؤتمرات. معايا يا فندم؟ تمام مع حضرتك. احنا فالتكريم في السويس هو حاجه رمزيه للمكرمين، وطبعا يعني انا سعيد بهذه المداخله، وارجو لسيادتك في يوم التكريم، احنا ميعادنا يوم الاثنين في نادي النصر بتوع سيادتك، وبرنامجك المتميز اول النهار يكون موجود معانا ان شاء الله باذن الله. مجهود محترم بتقوم به بيت العيله بالسويس، وده ما مش كتير على حضرتك يا استاذ عصام. بجد انت من الشخصيات اللي انا بعزها، وانا ليا الشرف ان انا تم تكريمي في العام الاول من الشخصيات اللي موجوده في الشارع السويسي. حضرتك طبعا يا استاذ سيد انت متميز، انت ليك اعمال ايجابيه في البلد. احنا تلاميذ كرايس كل شهر. احنا تلاميذ والله، مش السنه اللي فاتت، انت من حق يعني من حقنا هنكرمك كل شهر مش كل سنه. ربنا يخلي حضرتك. انت من الشخصيات الشاده المتميزه في مجال الاعلام وفي كافه المجالات في محافظه السويس. انتهز الفرصه بس كلمه تقولها لشباب السويس اللي موجودين وشباب مصر بصفه عامه. والله انا بدعو شباب مصر، وبأتمنى يكون عندهم انتماء لمصر، انتماء للبلد، لان احنا في شريحه سنيه في السيد اللي هي شافت فوضه 25 يناير كانت سنها وقت الثوره لا يتعدى ال 10 سنين، النهارده بقوا شباب. الشريحه دي للاسف الشديد ما عندهمش انتماء لمصر، فانا بقول للشريحه دي اتطربوا، اطلعوا، شوفوا انجازات الرئيس عبد الفتاح السيسي في كافه المجالات، لاننا احنا بحاجه الى توحيد الصف. الشريحه دي خطيره جدا، ويجب على وزاره الشباب والرياضه ويجب على كافه الوزارات توعيه هذه الشريحه السنيه الخطيره من الشباب. طبعا انا بدعوهم للعمل، لاننا في السويس الكل يعمل، وفي مقوله بتقول شباب السويس بتاع شغل، دي حقيقه بيتفوقوا في اي مكان بيشتغلوا فيه، بس ندي لهم الفرصه انهم يشتغلوا. كل سنه حضرتك طيب، ودايما من نجاح لنجاح باذن الله، وتمنيات النجاح لحضرتك باذن الله. ربنا يخليك، وتحياتي لحضرتك واسره البرنامج. ربنا يخليك. تحياتي يا استاذ. شكرا يا فندم. شكرا. من كمان المواقف الكويسة المحترمة اللي احنا دايما بنتمنى لها كل خير وبنرفع لها قبعة، القبائل المصرية. في مؤتمر كبير حاشد بيتم حشده الان، اللي بيتم دلوقتي الحشد ليه. هنطلع لفاصل ونرجع نكمل كلامنا عنه، ويكون معانا الدكتور عماد ان شاء الله في المداخلة. ورجعنا لكم بعد الفاصل. وقبل ما اقدم ضيف النهارده والكلام عن حروب الجيل الرابع مع الدكتور غريب رسلان، هبتدي معايا مداخله من الدكتور عماد. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير يا فندم. مجهود كبير حضرتكم بتقوموا بيه من خلال التنظيم للحشد الكبير للقبائل العربيه والاسر المصريه. استاذن حضرتك تدينا فكره عنه. والله يا فندم، هو الحقيقه الشعب المصري دائما وابدا شعب متعاون، وشعب وطنيته نداء يجري في دماغه دائما. وحين ان يستشعر ان مصر تجتمع على قلب رجل واحد بهدف يسمو بالوطنيه الى اعلى ارتقاء، بنكون كلنا متجمعين ومتضافرين لا اراديه. وده اللي حصل في القبائل العربية، كل موجود بشكل جميل وشكل يعني يدي إشارة إلى نشاط الوعي الثقافي والوعي الاجتماعي وأيضا الترابط، وبدأ ينشط
تجمع القبائل العربية الفاخر بعد قرار فخامة الرئيس بأنه أشار إلى الحرية المطلقة بالنسبة لبعض المؤسسات وبعض أيضاً القرارات التابعة للهيئة العامة لكرة التضامن وما شابه ذلك، في إشارة منه إلى الوحدة وإلى أن هو لا وسيط بينه وبين الشباب. ولذلك المؤتمر القبائل العربية رغم هذا الفساد والتدشين به، وما لولا الرئيس ما كان لهم أن يتجمعوا ويحتشدوا بهذا الاحتشاد احتفالا بتدشين تأسيس المنظمة الكاملة العامة للقبائل العربية والاحتفالية التي ستقام وتجمع كل القبائل العربية خاصة بالحيطات على مستوى الوطن العربي والإقليم المجاورة. وأيضا في نفس هذا التوقيت الناس هتحتفل بعهد جديد للحريات الداخلية والربط ما بين ذلك وما بين العلاقات المتطورة ما بين القبائل المختلفة في جموع الدول التابعة للقبائل العربية. شكرا لحضرتك ومداخلتك السعيدة، وبالتوفيق دايما إن شاء الله في تجمع الشعب المصري والأسر المصرية. شكرا لحضرتك، سعيد بيك. شفنا مداخلة الدكتور عماد والمنظر معانا، فأرحب بضيف الأول الدكتور غريب رسلان منسق النادي الثقافي بوزارة الشباب. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك وعلى السادة المشاهدين، وصباح الخير على برنامج أول النهار في قناة الصحة والجمال، وصباح الخير على الشعب المصري كله، وصباح الخير 2020. صباح الخير 2020، الأمل والحياة الجديدة اللي كلنا بننتظرها في مصر الجديدة إن شاء الله. صباح الخير. حروب الجيل الرابع، احنا كانت الحالة بتاعتنا مختلفة خالص اللي طالعين بيها، ولكن اللي بيحصل واللي هيحصل واللي احنا شايفينه واللي وصلنا إليه، كان لازم في الوقت ده نطلع نتكلم يعني ايه حروب الجيل الرابع. حروب الجيل الرابع، وعشان نتكلم على حروب الجيل الرابع يبقى لازم نتكلم الاول ونقول يعني ايه حروب الجيل الاول وحروب الجيل الثاني وحروب الجيل الثالث في عجاله سريعه. حروب الجيل الاول والجيل الثاني والجيل الثالث كانت بتعتمد كل الاعتماد على القوه العسكريه، وكانت قوه بتحارب قوه، واللي بيتفوق في التعداد والعتاد زي ما بيقولوها كان هو اللي بينتصر. ولكن حروب الجيل الرابع شكل مختلف، شكل جديد على النسيج العربي مش النسيج المصري وبس، ألا وهي حرب الفكر، حرب الشائعات. حروب الجيل الرابع بتعتمد على خمس عناصر أساسية بتتنفذ على خمس مراحل. أولها الإرهاب، والحرب ده هي بيبقى المستهدف فيها مختلف تماما عن الحروب اللي قبل كده. الحروب اللي قبل كده كان بيبقى مستهدف فيها جيش بعينه بنحاول نكسره علشان نحتل منه أو بيه وطن. المرة دي المستهدف منه مجتمع مدني، والمجتمع المدني ده هو بنحاول نزعزع أمنه واستقراره لحد ما نوصل إن احنا نكسر القوة العسكرية اللي فيه، فبقت المعادلة مختلفة. بمعنى الخمس عناصر اللي بتتحملهم أو بتبتدي بيهم حروب الجيل الرابع، هم رقم واحد فيهم العنصر الأول أو المرحلة الأولى فيهم الإرهاب. والإرهاب هو أنك في عدم استقرار أو جو غير مستقر على الدوام، بأنك أنت بتلاقي تفجير في كنيسة، تفجير في مسجد، شغب، دوشة في الشارع، فبتحس على طول بالانكسار وأنك في دولة غير آمنة ومستقرة، وده يمكن الباب الأول أو أول مدخل بتقدر تخش منه الدول المعادية أو اللي هي بتقوم بعملية حروب الجيل الرابع، في أنه بيستهدفك في أمنك من خلال الإرهاب، وبيترتب عليه المرحلة الثانية أو العنصر الثاني اللي بيتنفذ منه المرحلة الثانية مباشرة، هو العملية النفسية. العملية النفسية اللي بحاول دايما أخليك في ضغط مستمر، في أنك غير آمن، ما بتعيش حياة كريمة، غير مستقر، عندك نقص في كل الاحتياجات اللي انت بتحاول تكون نقول عليها ايه، الحاجات اللي هي بتبقى استراتيجية في حياة المواطن، اكلك،
أمنك، كهربتك، تعليمك. وبنحاول اللي بيستهدفك وبيحاربك بالطريقة ده هي إنه يخليك دايما في المربع بتاع الضغوط النفسية، علشان بعده على طول بيخش على الباب الثالث أو المرحلة الثالثة أو العنصر الثالث زي ما بنقول، اللي هو مرحلة الحشد. بعد ما ابتدي أعبيك وأخليك مروع وأخليك عندك فكر بالنقص في كل احتياجاتك، أبتدي أخرجك للشارع بطريقة تلقائية من الضغوط النفسية اللي انت حاسس بيها في حياتك. فالمرحلة الثالثة اللي هي الحشد اللي احنا شفناها في 25 بالضبط، اللي هم كانوا بيسموه ما بين قوسين كده ثورات الربيع العربي، او ما بين قوسين بالنسبة لنا ثورات الضياع العربي كلها. وبتبتدي المرحلة الثالثة ده هي في الحشد، ان كل اللي خارج بيتكلم على مطلب شرعي ومطلب رئيسي، فاصبح المجتمع المدني خرج للمجتمع المدني اللي زيه عشان يطالب بحقوق. فتبتدي منها تفريعة الطوائف، ليه تبقى شعب ضد شعب، شعب ضد شعب، طائفة ضد طائفة، جيل ضد جيل، عنصر ضد عنصر. وبيخش جوه الموضوع ده هو كل ما يحمل، أو بمعنى أصح كل ما تحمل الكلمة من معنى، في أنك بتبتدي تتقسم على نفسك لأجزاء مختلفة ما بين مسلم ومسيحي، ذكر وأنثى، طائفة وطائفة. بيرتب من دهوت العنصر الرابع أو العنصر اللي هو بيحاول ياخد منه أو يستمد منه شرعية، اللي هو منظمات المجتمع المدني. قبل ما نخش في النقطة دي، معنا الأستاذة ماجدة عشماوي، مدير المركز النيل الإعلام الهيئة العامة للاستعلامات. صباح الخير يا أستاذة ماجدة. أستاذة ماجدة، ألو، صباح الخير. صباح النور، منورة الدنيا أستاذة ماجدة والأم المثالية لمحافظة السويس. كل سنة وحضرتك طيبة. وحضرتك طيب يا أستاذ سيد، زي حضرتك، أخبارك إيه؟ ربنا يخليك يا رب. معايا الدكتور غريب الأسلان، منسق النادي الثقافي بوزارة الشباب، وكلامنا عن الجيل الرابع. وكمان كان لازم نذكر دور مركز النيل الإعلام اللي بيقوم به في توعية الشباب من خلال منظمات المجتمع المدني، والنقطة اللي كان بيتكلم فيها الدكتور غريب دلوقتي. رأي حضرتك إيه؟ حضرتك أولا، هو مركز النيل للإعلام الهيئة العامة للاستعلامات ليها محور كامل عن الأمن القومي والإرهاب والشائعات، وفي خلال الفترة السنة اللي فاتت وخلال السنة دي عام 2019 احنا بنتكلم عن كل ما يخص مواقع التواصل الاجتماعي وصناعة الشائعات في مصر. بنتكلم عن أسباب الإرهاب الإلكتروني وخصائصه وأهدافه. بنتكلم عن تأثير الشائعات الإلكترونية على الرأي العام ومواجهة الإرهاب الإلكتروني في مصر. مركز النيل للإعلام من ضمن مراكز النيل على مستوى جمهورية مصر العربية اللي دخلت طبعا أول ناس اتكلمنا على حروب الجيل الرابع وتأثيرها والإعلام وحروب الجيل الرابع من حوالي 3 سنين. وكنت أول مرة ما اتكلمت عن حروب الجيل الرابع كان بيقول لي يعني إيه حروب الجيل الرابع، ففهمت الأولاد وفهمت الشباب يعني إيه حروب الجيل الرابع، وإن هي دي صناعة غربية، وإن هي أصلا هي ده اللي أثر في المجتمع المصري. بقى دور الإعلام في بالنسبة أن أعتقد أن دور الإعلام في حروب الجيل الرابع بات معروفا لكثير، ولكن المشكلة أن بعض الناس لغاية دلوقتي ما تعرفش يعني إيه حروب الجيل الرابع، وبالذات الشباب وبالذات الناس الكبيرة اللي مش مصدقة أن مواقع التواصل الاجتماعي هي أساس حروب الجيل الرابع. صحيح صحيح. حضرتك تحبي توعي الشباب، تحبي تقول لهم إيه، وخصوصا أن حضرتك دايما ندوات قائمة في مدارس الجمهورية والنوادي، ومعنا الدكتور غريب برضك عايز يسأل حضرتك سؤال. أيوة، صباح الخير يا ست الكل. صباح الخير يا دكتور غريب، أنت من أول ناس اتكلمت معنا عن حروب الجيل الرابع في مركز النيل للإعلام، وأنا بشكرك جدا جدا جدا. يا رب يخليكي. دور المركز عند حضرتك طبعا احنا شفناه وتابعناه الفترة اللي فاتت، ولكن يعني الدور كان فعال. لكن هضم صوتي لصوت حضرتك، هو مش سؤال، هو انا بضم صوتي لصوت حضرتك في ان لحد النهارده الناس في غياب تام عن كلمه حروب الجيل الرابع. فايه اللي ممكن نقدمه لهم اليومين الجايين من خلال حضرتك ومن خلال مكانك علشان نقول لهم يعني ايه حروب الجيل الرابع؟ احنا
احنا طبعا في الفتره الجايه هنكثف الندوات اكتر، هننزل المدارس اكتر، هنتكلم عن الاعلام وحروب الجيل الرابع، هنتكلم عن مواقع التواصل الاجتماعي. احنا عايزين شرايح الشباب، اللي هم الشباب على فكره فاهمين، بس المشكله كمان ان الناس الكبار مش فاهمين يعني ايه حروب الجيل الرابع. ما انا لما اكون ام وفاهمه يعني ايه حروب الجيل الرابع، فخلي ابني ما يقعدش على النت كتير ويتواصل وان هو يعرف. ما هو ممكن في لحظه واحده ان الدنيا كلها بتولع من خلال التواصل الاجتماعي، من خلال الفيسبوك. فانا عايزه كمان اوعي الاولياء الامور، الناس الكبيره، يعني ايه حروب الجيل الرابع. صحيح، ده من خلال الجامعات الاهليه اكيد، من خلال المجتمع المدني. صحيح صحيح. ما هو بقول لحضرتك، الفجوه اللي هي التقنيه القائمه بين الاجيال دي في عالمنا العربي دون بتجعل من الصعب ان الجيل القديم دون اللي اعترف ان الخطر بتاع الجيل بيكمن في ان انت تدوس على الكرسي اللي هو بتاع الزر اللي رحت فالحاسب الآلي. وبالرغم ان ناس شريحه جدا، ناس كتير عارفين ان عارفين ان الاعلام او التواصل الاجتماعي حقق حاجات كتير، ولكن مش عارفين هو ممكن ياثر في اولادهم. صحيح. وللاسف بيسيبوا اولادهم يقعدوا بالساعات قدام النت والتواصل الاجتماعي، ودي المشكله. صحيح، شكرا لحضرتك استاذه ماجده. سماعه امريكيه او سماعه غربيه. طبعا ده اكيد اكيد اكيد. شكرا لحضرتك، ودايما كده في نجاح ونجاح، وربنا دايما كاتب لك الخير دايما باذن الله. عايزين بقى دور التوعيه. طيب، هي فاضل نقطه صغيره، الا وهي التوثيق بتاع الحرب اللي بيبتدوا يعملوها الدول المعاديه، الا وهي ان هي بتستعد ببعض منظمات المجتمع المدني علشان خاطر توثق لها الشغل بتاعها، فيبقى في اطار رسمي. ومن ده بنخش على المرحله الخامسه على طول، اللي هي بتحط الدوله تحت الضغط المستمر، وبتحط قيادات الدوله تحت الضغط المستمر علشان تقدر تاخد اكبر نسبه غنائم زي ما بيقولوا، او اكبر نسبه مكاسب من الحرب بتاعتها. ناخد المداخله معانا الاستاذه هويده مدير قصر الثقافه بالهيئه العامه لاسر الثقافه. صباح الخير يا استاذه هويده. الو، صباح الخير استاذه هويده. الو، صباح الخير يا استاذه هويده. الصوت واطي جدا. الو، صباح الخير يا استاذه هويده. مساء النور، الصوت واطي جدا استاذ سيد. احنا سامعين حضرتك كويس جدا على فكره. انا مش سامع حضرتك على فكره، الصوت واطي جدا جدا. طب احنا معانا الدكتور غريب الاسلان منسق النادي الثقافي، وبنتكلم على حروب الجيل الرابع، وطبعا كان لازم دور الثقافه والوعي من خلال الهيئه العامه لاصول الثقافه، وحضرتك اللي الدور الهام اللي انتوا بتقوموا بيه. ممكن حضرتك برضه الصوت يا استاذ سيد بعد اذنك، لان الصوت واطي جدا جدا. طب نعود الاتصال مره ثانيه، نكمل الموضوع. طيب احنا هنقول التوعيه، والتوعيه هتبدا بجهات متخصصه، وهتبدا بحاجه اسمها القيادات الطبيعيه في المجتمع المدني. تمام. لو قلنا القيادات المتخصصه هنقول القوه الناعمه، حد زي استاذه هويده اللي كانت لسه بتتصل. القوه الناعمه هي اللي تقدر تحارب الفكر بفكر. القوه الناعمه من وجهه نظري هي مكنه بتنتج فكر وبتنتج ثقافه، وبترسخ جوه الاجيال اللي طالعه ثقافه هم ما كانوش يعرفوها او ما حضروهاش، فبتبقى تراث قديم وثقافه جديده بنقدر من خلالها نعمل مزج ونوعي الجيل اللي طالع، ان خد بالك حضرتك كانت بتتكلم، تاريخك كان بيتكلم، ثقافتك كانت بتتكلم عن كذا، ومطلوب منك اليومين الجايين انك تبقى سلسله كامله ما فيهاش حلقه مفقوده بتضيع ثقافه وفكر اللي كان قبلك، بل بالعكس ده انت المدد المستمر لتراث أجيالك. إحنا كنا أول بلد من 7000 سنة بتعمل قانون لحقوق الإنسان من خلال ماعت ما بين قوسين. أستاذة هويدة تاني. أستاذة هويدة، حضرتك أستاذ سيد، إزاي حضرتك؟ صباح الخير وتحياتي لحضرتك وللدور اللي بتقوم بيه أصول الثقافة في التوعية الشاملة لشبابنا ضد حروب الجيل الرابع. ومعانا الدكتور غريب الأسلان منسق النادي الثقافي بوزارة الشباب. حضرتك ممكن تقول لنا برضك الدور اللي بتقوم بيه قصر الثقافه في توعيه الشباب؟ طبعا، اهلا وسهلا بحضرتك، واهلا وسهلا بدكتور غريب. صباح الفل. كل سنه ومصر كلها بخير وطيبه، والاخوه الاخباط ورئيس الجمهوريه، وكلنا نسيج واحد، وكل سنه وانتم طيبين. طبعا اصول الثقافه الحمد لله ليها دور كبير جدا
لتوعية الشباب في المحاضرات والندوات والمشاركة الثقافية. سيد رئيس الهيئة دكتور حمد عواد طبعا مشكورا، مكثف الشغل للشباب، وده طبعا الهدف الأول للسيد الرئيس على وعي الشباب وانتمائه للوطن، وازاي يحارب الجو اللي احنا فيه من توتر، وعندنا الحمد لله شبابنا واعي ومثقف على اعلى مستوى. وطبعا يعني دي حاجه جميله وحاجه مفرحه، واكثرهم الحدث اللي حاصل السياسي اللي على الساحه، شايفين انتماءات الشباب بشكل غير عادي، وده حب وانتماء للوطن. وطبعا يعني انا بشكر دكتور غريب يا رب يخليك على المداخله الجميله دي، بيخليك. واحنا بنتمنى ان احنا نكثف بعض المحاضرات والندوات والتوعيه عن حروب الجيل الرابع من خلال دور الثقافه، ومن خلال الجامعات، من خلال الشباب والرياضه، ونحدد الشباب في ارض الوطن وازاي نعيش، يعني يبقى عندهم الانتماء العالي قوي، اعلى من كده. طبعا احنا شبابنا واعي جدا، ولكن ينقصوا بعض التوعيه البسيطه، ونتمنى من ربنا سبحانه وتعالى ان هم يكونوا قد المسؤوليه، هم فعلا قد المسؤوليه. احنا كمان بنضم صوتنا لحضرتك، واحنا دايما بنقعد وبنفكر وبنحاول نوصل لحلول. شكرا لحضرتك ولمداخلتك القيمه. دكتور غريب، في وجهه كده توعيه للشباب بخطوط عريضه. انا هقول رساله واضحه وصريحه. لو كانت الحروب قبل كده حروب القوة العسكرية، فبيتهيألي إن الشعب المصري أقرب شعب أو أوضح شعب كان بالنسبة للعالم في الفكر والثقافة بتاعته. وعايز أقول للجيل اللي جاي، خدوا بالكم، لو الحرب حرب فكر، يبقى العيب علينا كشباب لو ما قدرناش نحارب الفكر بالفكر. خدوا بالكم من بلدكم، حافظوا على مصر. بدأنا بالتلاجة بتاعتنا فيها المية، أو بدأنا بالتلاجة بتاعتنا فاضية، لحد ما بقت عندنا أكبر مشروعات على مستوى الشرق الأوسط. كان فيه شوية صبر، كان فيه شوية معاناة. شكرا لحضرتك، ورسالة مني لكل من يحاول التقرب من الأرض المصرية. صحيح، انسى. شكرا لحضرتكم، نلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.